السلام عليكم، معكم كريمنا الكس، واليوم راح نشوف السيزون الجديد والباتل باس وكذا مع بعض. اوكي، هذه الظاهر سكنات الباتل باس، والله خايسه شوي صراحه، يمكن بس هذا السكن كويس، الباقي والله خايسه. هذا شكل السكن الاخير او سكن سري او اي شيء. اوكي، غيروا الصوره اللي وراء. يلا بسم الله الباتل باس، بسم الله. اوكي، هذه سكنات خايس خايس. اها طيب، السكن ذا مره كويس، هذا ستايل. طيب هذا مخيس، هذا يمشي الحال، هذا كمان كويس، هذا مخيس، هذا مخيس. اوكي، هذا سكن مخيس. ايش هذا؟ آه، نفس سكن معارض. هذا سكنات ماشي، هذا الوحيد اللي عجبني لين الحين. هذا ممكن يكون سكن معرق مرة. طيب هذه، اوكي هذه نفس تحول كذا. السيل هذا مرة مو كويس. اوكي، شنطة. هذا سكن مرة خايس. هذا نفس السكن كذا يتحول او شيء. I am Groot. اوكي. طيب هذا نشوف هذا السكن. هذا كمان يعني ماشي مو مرة كويس. طيب نفس السكن. الحين هذه كيف؟ تحدي ولا ستايل ثاني ولا رقص ولا ايش؟ ما فهمت. شوف السكن خايس. هذه موسيقى. اوكي، نفس السكن اللي قبل معاه. هذا كويس كمان، بس كذا ليه لون ازرق كويس. بس نفس سكن معاه حاجه. اما سكن الاخير هو ايرون مان، والله خايس، بس هذا ستايل كويس يعني مشي الحال. السكن الاخير هو ايرون مان، الستايل اللي قبله افضل. يمكن لو بلعب فيه بلعب بدون اللبس هذا. طيب رقصات كيف؟ ولا ما في رقصات غير كذا؟ يا ابوي ما في رقصات ولا ايش؟ شكله بس هذه الحركات الغريبة اللي يسوونها. طيب اذا بتشترون الباتل باس لا تنسون تستخدمون كود CRC الايتم شوب. طيب خلينا ندخل جيم سولو ونشوف الخريطة كيف تغيرت ولا ما تغيرت. ايه، غيروا المنطقة اللي انرسم فيها في البداية. اوكي، في منطقتين جديدة بس او تغيرت. اذورتي ما راحت، كاتي ما راحت. ها؟ خلينا ننزل هنا الباب. في عنده علامة صفر. اوكي، في زي الطيارات في الخريطة. هنا وهنا. ايش هذا البيت؟ مدري قصر مدري. بس غيروا هذا وهذا بس. هنا ننزل. الشارج لاند الحين موجود. شكلهم حتى الأسلحة ما غيروها. اوه الرقصة! قمت الرقصة رجعوها! اوف اوف! ايش ذا البوت؟ ودي اشوف انا الاسلحة والحاجات اللي وات؟ ضفوا هذه القنبلة اللي تبني له.
هذا البت شو طلع؟ كل هذا هذا يمكن معه سلاح كله. اوه شيت. ابو جلدني هذا. احذفت بوت عادي. يلا يلا نطلع جيم فاين. طيب نبغى نشوف الاسلحه يا حبيبي. وهذا بوت عادي لعيب. وات بوم. لا هذا شو اسمه كومبات نايس. يعني يمكن بس مع البوتات ولا ايش؟ نايس كومبات. يا رب البوم موجود. يا رب موجود. اوكي وين وين رئيسهم هنا؟ انا ابغى اشوف الاسلحه كمان يضفوها. طب وين رئيسهم؟ ولا لكم كل مره بمكان يجي. اوه هذا الاس ام جي نايس يا حبيبي. وين الرئيس حق واحد يا عاد ما ادري كيف ايمي راح يكون بهذا الاس ام جي. زمان ما لعب قصدي بهذا الشب. زمان ما لعب. غيروا صوته. عبوم. لا تكتب لا تكتب. دمج عالي. يا رضا ابلع. او بوم نايس. لين هلا بسرعه. لا تسلف لا تسلف يا وات. شو ذا الفخ؟ وات ذا فاك؟ شو هذا الفخ؟ نو رئيسهم. وين رئيسهم؟ اها اوكي هنا رئيسهم. بحته. اوكي تعال من اول انا. خلينا نشوف شو معاه. وات ذا فاك شو هذا؟ شو ذا البيتزا ما ادري. وات ذا فاك؟ قولي طيب هذا ايش؟ وات ذا فاك؟ اوكي هذا يبي له وقت على بال ما يتعبى. طيب هذا كيف؟ قولي السلاح المثك. عبودي دقيقة خلينا نفك القزرة نشوف. يا ابوي شو ذا السلاح يا عمي؟ ما اخش يكون قوي بس. ها سلاح ذا كل السلاح القوي. نخلص طيب؟ لا نهاية بس راح معي ولا ابلع. دمج 35 بابا درع ملك اظن. ابلع سكار كويس. اوكي ضفادي نايس. شيك ويف نايس نايس. يا ولد رجع اسلحة قديمة كثيرة. فاك ذا الخلاط اللي رجعوه. يو يا ولد هذا كم 100 طلقة 100 طلقة هذا. يوه. اوكي بروح السريع اكتشف هذه المنطقة. اوكي رجعوا البونسر كمان. معي بونسر وانا ما ادري. اوكي شالوا الصورة اللي على الوكالة. نايس
فوق بس كذا. طيب ايش في؟ طيب فيها لوت، فيها شيء مثل والله ما ادري. والله شكله ما فيها ولا شيء. فيها بس شوية لوت. بس الشيء الكويس انه رجعوا البومب، رجعوا الكمبات، رجع اشياء كثيرة كويسة. خليني اواجه بالقنبلة ما ادري ايش هذا. طلع وات ذا فوك، ايش هذا النار؟ هذا السلاح ما ادري شكله. طيب بواجه وات دي تيم ذا. بذبح انا وريك. لا لا بيذبحني والله ما في فايدة. وين ذا؟ وات ذا فاك يا حبيبي، ايش ذا الاسلحة الغريبة؟ يرون يا حبيبي، اعطيني السلاح المثل حقي. وات ذا فاك ايش هذا؟ يا ابوي ايش هذا السلاح؟ وات ذا فوك. طيب بس كذا. اها وات ذا فوك ايش ذا السلاح؟ ايش هذا؟ ايش ذا السلاح يا ولد؟ سولد. اوكي هذه الظاهر تلثني ولا ايش؟ كيف انا لفت؟ يب تلث تلثني هذه. نايس. يعني اذا مثلا واحد درعم عليك وانت دمك قليل مره تحطها وتشرد وتلث في نفس الوقت، يعني تشرد منه. والله حلو. هو كويس كسر مره. اوكي هذا البومب البنفسجي نايس. يا ولد لا تطول او يبدو سيء. اولي شيت والله استهنت فيه انا صراحه. وبس يا شباب هنا وصلنا لنهايه المقطع، لا تنسون اللايك والاشتراك. سلام.